إلى النصر وأيضا إلى السلم. تحمقكم أجمعها يحيى شاورة ويحيى فايد. هذه كل الزيتون بأس عمكينش. أصدر هذا البيان الفهرر هتلر. يا وراكم غلطين يا جماعة، الحاج اللي راكم تفرحوا له إلى الحق هنا يقضينا قبل الفرنسيس، وما تنسوش باللي هو اللي قال لي زاراب سون لا 14 راس ابري لي كرابو. واش الحاج خالد قمير؟ خليك من الحاج وخليك من قمير يا احمد، خليك من بوليتيك، راني نتكلم لك على الخدمه. الخدمه ايوا خلي عليك، تتمسخر بيا. انا نتمسخر بيك من بعد نفهمك. لا لا تفهمني درك. صح يا سيدي، فرنسا ادت الخدامين نتاع الحلفه الكل، ادتهم للكونجينس عند الماريشال، وغدوه تكون الخدمه. راني سقمت الحاله. كيفاه سقمت الحاله؟ ايوا انت ديما تحوش تفهم يا احمد، قلت لك غدوه تروح تبدا تخدم وهذا ما كان. اه حسيدي صح. لم الحلفاء وتبع الاخر. هذا البلاصة استمت لك الجيجة. دور يا راجل دور. يا ولودو يا اهل المدينة، ساعة الحرية جات وتنحت عليكم الغبينة وقيلة شمس ضوان. يوم بشركم ببشارة زينة يا فرنسا راها رندات. اي نوضو نوضو كل نوضو، وانتو ما نوضو وانت نوض وانت نوض، خلات على قمير نوضو كل نوضو يا اهل المدينه، ساعة الحرية جات يا تنحت عليكم الغبيلة وقيلة شمس ضوات. يا مبشركم ببشارة زينة يا فرنسا راها رندات. يا نوضو يا رجال هيا يا نوضو
فريق امير. اسمعوا لي نضو يا اهل المدينه، ساعه الحريه جات، ما عاد عليكم لغبينا. وخيل الشمس ضوات، نبشركم ببشاره زينه يا فرنسا والهولندات. Jeunes gens, vous allez être les artisans de la résurrection nationale. La vermine apatride a jeté notre France dans le malheur. Aujourd'hui, Philippe Pétain, maréchal de France, une fois déjà son sauveur à Verdun, vous appelle. Vous irez la tête haute, le regard toujours fixé sur l'horizon, digne de la devise qu'il vous a donnée. Travail, famille, patrie, et de son blason, la Francisque antique aux épis, symbole de la mère patrie généreuse, éternelle et pure. Vous partez plein de foi et d'espérance en l'œuvre de rénovation nationale entreprise par le maréchal, auquel vous avez déjà répondu. Nous répondons tous ici, maréchal. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Khabbat el Imer. Khabbat el Imer. روحك بنادم وتقول هذه كارطة وتقدمها للحكام. يلا تلف وجهك عني وروح نظفها واذهب عني. هيا اذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو قويدر. أرى لهنا يا حمار. مساء الخير سيد الشامبيخ. مساء الخير سيد الخوجة. ما تاخذش عليه، ولد عمي جاي من دوار مسكين ما يعرف والو. حمار عندهم في العيال. احنا 10 يا سيد الخجة. عندي 15. الله يحفظك. الله يسعدك. الله يسكننا فيك. اي روح ترك. الله يرحم والديك. نلقى على خير. خويدر خويدر يا
قويدر يا جماعة يا جماعة اجروا لي يا رجال يا رجال يا جماعة اجروا لي بخير صح يا وعارد في هذا المرض الضبة متنفيه كيل عقبة يستنولا من العقبة في كل ساعة ونهار يا وكل يوم تموت جماعة ينقبروا عشرة في الساعة تتبكى أهل السجاعة من غير الكفار الميت يقعد ثلاث أيام مطيش في هذا الغيام ولامون يلوح عليه السلام وما يسمع شجار الجنازة تكون مهمولة فوق حصير على كريولة لامون يذبحها مجهولة لا عيب ولا عار اشري لهم يا لطيف يا اللي عندك التصريف وارفع لهم هذا السيف لفن العمار Mortels de tes fils se sont déclarés. En conséquence, le colonel du territoire militaire a décrété la mise en quarantaine de la ville et l'application des mesures prévues par les règlements. Les citoyens français doivent se présenter toutes affaires se sont à la santé militaire. Où des dispositions d'évacuation ont été prises. La population indigène est mise en garde contre toute action tendant à la soustraire aux missiles de 40 heures. سيدي الجاي راه يقولكم ادخلوا لدياركم ما تخرجوش من الحب
الحكومة راه يقول، وسيد الحاكم راه يقول، والقانون راه يقول باللي ما تخرجوش من جهاتكم وممنوع تخطيو هذه البلاد. البيبان مسكرين ما تبدلوناش. هذه فيشة مع النصارى ليه؟